حدا له حق يوقف حياة غيره. يعني أنا القتل لو قد ما صارت القصص صعبة، أنت ضد القتل؟ أنا برأيي أنه ما حدا عنده الحق أو عنده الباور أنه يقضي بحياة شخص تاني. هيدي أنا هيك بفكر فيها. بس أنا مع كل هول، أنا مع أنه الشخص يتعذب، يفوت حبس مؤبد، يتعذب كل يوم بحياته يمكن، ويشوف جهنم كل يوم. بس ما إلك حق توقف له حياته، ما بعرف. بعدين أنا برأيي إذا حدا عن جد عمل هول القصص خصوص الاغتصاب، يعني لازم يتعذب لحتى يعرف قيمة اللي عمله. مش يعني القتل بيكون قليل عليه صراحة. فإذا أنت ضد القتل يعني مع العذاب. سؤال آخر، أسوأ ما حصل معي في موعد غرامي، ذكري شو صار معك بشي موعد غرامي. شفتي شخص بخيل، ريحة تمه بشعة، تأخر على الموعد وانتي ناطرتي. أكيد في أشخاص بخيلة يعني، أكيد. أوكي. وليك البقية لا. فإذا جواب واحد، شفتي شخص بخيل. يمكن إيه. سؤال جديد. أعود إلى لبنان بشرط عودة زوجي معي، تغير الطبقة الحاكمة، لا أفكر في العودة. عودة زوجي معي أكيد. أنا يعني مجرد ما طلعت من لبنان كرمال سبب أنه أنا ما بدي أفصل العيلة. يعني زوجك مقيم بدبي. مقيم بدبي. هيدا كان أول سبب لإلي. فأكيد إذا هو بينتقل على لبنان أنا رح أرجع على لبنان. لو شو ما كانت الأسباب أكيد. أو القصص أكيد اللي طبعاً. عايشين يعني هون. فإذا جواب رقم واحد، عودة زوجي معي بتختاري. سؤال جديد، لو كنتي محامية أستلم قضية، أي قضية بتستلمي لو كنتي محامية؟ حضانة أولاد نادين الراسي، طلاق معتصم النهار ولين برنجكجي، طلاق وائل كفوري وأنجلا بشارة. صراحة أول شيء بفكر بحضانة أولاد نادين الراسي، لأنه لأنه في أولاد بتدق يعني. فهيدي القضية أكيد رح أول شيء تخليني أطلع فيها، لانه لما يكون في اولاد بهيك موقف كثير صعبه بتكون على الاولاد، خصوصي لما يكونوا بعمر معين انه هن يكونوا واعيين. ومن حقها الام يكونوا لها اولادها اول شيء. انت مع انه الطلاق يصير قضيه عامه يعني يطلع للعلن، او بتفضل يضلهم متكتمين عليه؟ اكيد يعني اكيد افضل سلامه الاولاد يضلهم متكتمين عليه. اكيد كرمال الاولاد، كرمال الاولاد اذا هن على بالهم يحكوا ما بعرف، بس كرمال الاولاد افضل تضل بيناتهم، افضل لسلامه الاولاد يعني. فاكيد بستلم هيدي القضيه لانه الاولاد ما لازم لا تراجعي لاولادها بعدوا عن الام. سؤال جديد، لو كنتي بتريو نايت وشارك الغناء، مين بتشارك الغناء بتريو نايت يلي صار بالرياض؟ اصاله واليسا، كلهم، نجوى كرم وعاصي الحليني، لطيفة ونانسي عشرة. بدك تختاري بس اثنين، يعني خيار واحد والشخصيتين، مين؟ عن جد كلهم. هيدي اللعبة يا فاليري. وانت قد التحدي. أصالة وإليسا. بتشاركي أصالة وإليسا. بعرف هيدي العلاقة المحبة بينك وبين إليسا. ايه بحب، بتعرفي أنا كلهم بحبهم عن جد. أكيد كلهم بحبهم، كلهم نجوم ونجمات. بس صوتها لأصالة وصوت إليسا وطريقتهم بالغنى اثنيناتهم بحبكم موجودة معهم يعني. أكيد البقية من فخر لإلي إنه يكون موجودة بيناتهم، بس هيك بشوف حالي إنه بحب غني مع أصالة وإليسا. أوكي. سؤال آخر، إحداهن تغزلت بزوجي بحضوري، كيف رح تتصرفي؟ بتشديها من شعرها، بتنسحبي من المكان، أم بتتجاهلي الموضوع؟ ليك هلا أنا ماني حدا كتير لاود، يعني ماني إنه من النوع اللي بدي أعمل مشاكل، اللي دغري بدي شارع اللي بدي. وحتى يمكن فيني انسحب فيني اتجاهل حسب كيف يعني. إذا كتير حد إنه حدا عم بيزيدها أكيد بنسحب أنا وجوزي مش أنا لحالي. فإذا خيار رقم اثنين، أنسحب من المكان وباخذ زوجي. أكيد. سؤال جديد،
ذهبت إلى الطبيب النفسي كي أتعالج من علاقة فاشلة، أتخلص من عقد نفسية، سبب آخر بتكشفي لنا عنه. ليك بقدر يعني ثلاثتهم بيقدروا يكونوا سبب إني روح عند يعني أتعالج نفسياً، لأنه يعني أنا برأيي كل شخص مش غلط يكون في حده معالجة نفسية، لأنه مع ضغط الحياة ومشاكل الحياة القصص اللي بتصير كل صغيرة ولا الكبيرة، إذا شخص ما عنده حدا يفضفض له ويحكي له ضروري يكون عنده حدا يحكي له ويدعمه بهيك فترات. بس أنت من أول الخيارات شي مرة صارت معك يمكن تتعالجي من علاقة أو تتخلص؟ لا يمكن بتعالج من عقدة نفسية. يمكن شو هي عقدتك النفسية؟ لا ما عندي عقدة نفسية، لا بس عم بقول معقول تصير. يعني أنا إذا صار في شغلة تعقدت منها من ورا شيء صار، ولا ما في شيء هلا بفكر فيه، بس أكيد دغري بروح. يعني إذا حسيت إنه هيك إنه في شيء عم بيعمل لي عقدة، ولا عم بيخليني خلص مثبتني محلي من ورا شيء أنا عم فكر فيه، أكيد بروح عن معالجة نفسية. فاليري، وصلنا لآخر فقرة من حلقة الليلة اللي هي Out of the Box، أسئلة غريبة رح أطرحهم عليك، ولكن بعد ما نرجع من البريك الأخير.